عودة مجددا إليكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي عبر فيسبوك. إذا عاد الهدوء الحذر إلى منطقة فرن الشباك، المنطقة اللي بدأت فيها المعارك صبيحة هذا النهار، ومع بداية وصول المسيرة الشعبية إلى أمام قصر العدل. فيما بعد حصلت هذه الاشتباكات، ولازلنا نتابع مع مراسلي صوت بيروت انترناشونال طيلة هذا النهار الاشتباكات اللي حصلت، ولكن من بداية هذا الشارع حتى هذه اللحظة الأضرار مادية، وسكان هذا الحي وهذه المنطقة بشكل عام يحاولون الخروج من منازلهم بعدما وصل عدد كبير من عناصر الجيش اللبناني ومخابرات الجيش إلى هذه المنطقة لتأمين خروج السكان من منطقتهم بشكل آمن أكثر، هم وعائلاتهم. إذن خلينا نتابع عبر عدسة الزميل مهدي فتاح هذه اللقطات المباشرة للآثار اللي خلفها الاشتباكات بهذا الشارع، بداية إن كان من الدماء المدرجة على الأرض والتحطيم يلي حاصل للسيارات المركونة إلى جانب هذا الطريق، بالإضافة إلى المكاتب والمحال يلي لحق ببعض الديكورات الجانبية إلى بعض الأضرار من تحطيم وتكسير مثل ما عم نشاهد بهيدي الأثناء، بالإضافة إلى طبعا سقوط عدد من الجرحى وعدد من القتلى خلال هذه الاشتباكات. يعني عم نسمع صريخ بداخل احد الابنية بهذه الاثناء، ايضا بداخل هذا المبنى على وجه التحديد في صريخ بالداخل، ولكن نتمنى انه ما يكون في اي اصابة بالداخل او اي شيء. عم بيطمننا احد رجال الامن بانه كل سكان البناية بخير بهذه الاثناء، مثل ما عم نشاهد التحطيم بزجاج بعض المكاتب والمحال التجارية على طرف هذا الطريق، بالإضافة إلى تناثر كمية كبيرة جدا من الزجاج. عم نلاحظ يعني الرصاص لحق بعدد كبير من المحال والأبنية، وبطبيعة الحال المنازل، هيدي الدرجتين الناريتين أيضا يلي أضرم النيران فيهن. كمان عم نشاهد كيف تفحموا بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى تكسير معدات وكراسي ربما كانت موجودة إلى جانب هيدي المحل. هون كمية الزجاج الكبيرة جدا، وأيضا في الرصاص اللي متواجد ببعض الأبنية ببعض الشرفات، وبطبيعة الحال لازال مثل ما ذكرت ببداية هذه الرسالة المباشرة يلجأ أهالي هذا الحي للخروج من المباني ومن منازلهم لينتقلوا إلى مكان آخر ربما أكثر أمانا من هيدي المنطقة يلي شهدت هيدي الاشتباكات. كما ذكرت يعني ارتفعت حصيلة القتلى إلى 6 قتلى والجرحى إلى أكثر من 20 جريح. لم تحدد الهويات الكاملة للجرحى والقتلى، وبطبيعة الحال يعني هون عم نشوف أيضا مدرسة الفرير فرن الشباك يلي هلع رهيب جدا كان لدى سكان هذا الحي، وبطبيعة الحال طلاب وتلامذة هيدي المدرسة يلي انتشرت صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعني بشكل جدا مخيف كيف كانوا طابين على بعض بهيدي الأثناء. إذا تستمر أيضا سيارات هيدي الفرير تستمر سيارات الدفاع المدني بطبيعة الحال والصليب الأحمر اللبناني وفرق الإنقاذ بمحاولة إجلاء كل السكان يلي عم يطلبوا النجدة من أجل تأمين خروج من منازلهم، وبطبيعة الحال أيضا عناصر الجيش اللبناني ومخابرات الجيش يلي انتشروا بشكل كثيف جدا بهيدي المنطقة، بحيث عم نشاهد الحي صار شبه خالي من السكان باستثناء بعض الأهالي يلي يعني على الأغلب لحد الآن ما قدروا يلاقوا بديل أو ملجأ حتى يلجأوا إليه، ولكن رغم ذلك عم يلجأوا إلى داخل منازلهم وعم يختبئوا بالممرات. أيضا شاهدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إحدى السيدات يلي كانت من ضمن اللبنانيين يلي عانوا مرارة الحرب الأهلية اللبنانية، كانت تعبر عن
لما صورت عائلتها كيف منبطحين على الأرض بممر المنزل وكتبت عبارة: رجعنا نلجأ للممرات اللعينة. وبالتالي فعليا هيدي الأماكن وهيدي المنطقة على وجه التحديد يلي شاهدت وعانت الأمرين خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية، عادت الذاكرة بها وبمن بقي منهم في لبنان ومن بقي منهم على قيد الحياة، عادت الذاكرة بهم إلى تلك اللحظات الأليمة، تعيدها اليوم السلطة السياسية المتناكفة والتي تريد الإطباق على القانون والالتفاف عليه، وتريد أيضا القبض على بيدها على القضاء وتحويره كما تريد نتيجة هي نتيجة التحقيق هي. إذن تستمر أيضا الفرق الأمنية بمحاولة تمشيط كل المنطقة للبحث إن كان عن مسلحين في هذا الشارع أو من أجل أيضا تأمين سلامة من بقي من المواطنين في هذا. إذا عم شاهد أيضا بأم العين هيدي البناية يلي أو هيدا المبنى اللي بالأمام يلي أيضا في طلقات رصاص وطلقات نارية في الجدار على وجه التحديد مقابل مدرسة الفرير، وبطبيعة الحال ما يعني فظاعة وهول المشهد يلي كانوا عم بيعنيه التلاميذ صبيحة هذا النهار. وبنلفت إلى أنه هون في الدرجات الأولى أو المراحل الأولى التعليمية، ما يعني أنه كان في أطفال داخل هيدي المدرسة، وبطبيعة الحال شاهدنا هذا عبر بعض وسائل الإعلام وبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يلي نشروا الفيديوز والصور للتلاميذ يلي كانوا لاجئين إلى الصفوف المتدنية أي بالطوابق السفلية للمدرسة. وبطبيعة الحال استمعنا أيضا عبر إحدى الوسائل الإعلامية لمديرة المدرسة اللي كانت عم تناشد أنه كان لازم يتخذ قرار سابقا من وزارة التربية، رغم كان التحذيرات اللي كانت عم تصدر ليل أمس، ورغم التصعيد السقف السياسي والخطاب السياسي ليل أمس كان لابد من تأجيل بداية هذا النهار أو تعطيل المدارس والثانويات في منطقة بيروت على أقل تقدير، يعني من أجل سلامة الأساتذة والعاملين في المدارس وبطبيعة الحال التلاميذ وأهاليهم. يعني كنا عم نشوف أيضا الأهالي كيف هلعوا إلى نجدة أطفالهم وإخراجهم من المدارس بصور جدا مخيفة، كيف كانوا عم يتمشوا بين الرصاص وعم يركضوا من أجل إنقاذ أطفالهم. الحمد لله يعني كانت سليمة المدرسة، لم يكن فيها أي إصابة لا من الأساتذة ولا من التلاميذ، وبطبيعة الحال عدت على خير بما يخص هذه المدرسة. ولكن للأسف كما ذكرت منذ قليل كانت حصيلة القتلى قد ارتفعت إلى 6 قتلى والجرحى إلى ما يزيد عن 20 جريح، وبالتالي الاشتباكات في هذه النقطة هدأت نسبيا بسبب تراجع المسلحين من هذا الشارع، وبطبيعة الحال تراجع أيضا المسلحين اللي كانوا برفقة المتظاهرين اللي كان عندهم اليوم تظاهرة أمام قصر العدل. وبطبيعة الحال هذا الأمر الخطير يلي كان لابد من انه تتخذ اجراءات امنية مسبقة حيال هذا الموضوع او اي قرار اخر تتخذه الجهات الامنية، ولكن بطبيعة الحال هذا الامر يلي تعودنا عليه بلبنان، الاهمال المتراكم، فتح المنابر لكل من يريد كب الزيت على النار كما ان صح التعبير، يوصل الى هذه النتيجة والبلد بصراحة على كف عفريت. بالنهاية الله يحمي لبنان وشعب هذا البلد يلي عم بيعاني من فعل الازمة الاقتصادية. شوف هذا الحي يعني يلي رغم تواجد عناصر الجيش اللبناني بداخله الا انه بعد في بعض السكان لا نعرف هني بلباس مدني، لا نعلم ان كانوا من السكان او انه. عم نشوف ايضا نزوح امراه اخرى من هذا الحي، خلينا نجرب نحكي معها ان كان رضيت. طبعا مدام الحمد لله على السلامه، بالبدايه لوين؟ عند اهلك. وين اهلك؟ باي منطقه؟ البقاع. على البقاع. جيرانك كلهم فلوا؟ غايت وكذا تزبط حال. لا جيراني في منهم بعدهم هون. بعدهم هون، بتطلبي منهم يطلعوا؟ حضرتك زميلي مثل ما شوف على السياره ولا؟ ايه بس مش تيفي. كيف توصفي لنا هو حضرها من الصبح لعشيه. كنت عم تتابع، كيف توصف لنا المشهد اليوم صبيحه هذا النهار؟ المشهد كان بشع جدا. والمنطقة أصلاً يعني بالدين هيك أفعال اللي صارت. هلا هو أكيد ما عارفين شو الموضوع بشكل أساسي، بس وأنا ما كلتنا زعجنا إنه ما نزلنا أبداً من بيوتنا. كنتوا عم تشاهدوا مسلحين بالشارع أو ببعض الأبنية؟ يعني صار حركات أنص يعني حسب صوت حسب أقل يعني تقارير الجيش اللبناني والقوى الأمنية. إحنا كنا عم نسمع بس صوت، يعني كنا قاعدين بالبيوت ما لنا قلب نزلنا من البيوت.
هذا اللي صار معنا تحديدا. لمين بتحمل المسؤولية اليوم كمواطن آمن ببيتك بطل في أمان عم تهربوا هلأ لمنطقة أخرى؟ غياب الدولة بشكل أساسي والقوى الأمنية، عدم قيامها بمسؤوليتها بشكل أساسي وتكون استباقية لأي أمور تصير. برأيك لأنه هيك حدث اللي كان عم بيصير أنه بالأخير في مظاهرة عم ينحكى أنه من أكثر من يوم أنه بدهم ينزلوا على الطريق على الشارع، وفي تخوف انه يكون في شارع ضد شارع. المفروض يكون في يعني عمليات امنيه استباقيه يقوم فيها الجهاز الامني كل ما يصير هيك شيء، تمنع التظاهر او تحد منه، او يكون في لها طريقه بادارته يعني. طب استاذ ختاما، يعني نحن كل هيدا التحرك الشارع كان من اجل ضغط على السريع، بس من اجل الضغط على القاضي بيطار من بملف تفجير المرفأ، بتستاهل يعني حمايه الاسماء المطلوبين الى القضاء بهيدي يعني صار عندنا 6 قتلى، اكثر من 20 جريح، سهل هيدي الدماء تسقط كرمال حمايه بعض الاشخاص السياسيين؟ لا اكيد من مقبول سقوط اي 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 قتيل كرمال اي حدا، بالعكس تماما. ونحن مع انه نرجع لزمن الحرب الاهليه اكيد لك، ما بدنا ابدا، بدنا الرواق شوي يعني، خاصه البلد اللي عم تمرق فيه يعني عندنا 100 مصيبه لسه ناقصنا. ما رح ناخركم اكثر، الحمد لله على سلامتكم مجددا، والله يحميكم ويحمي كل سكان هذا الحي. بطبيعه الحال يعني الزملاء من كل المحطات العربيه والمحليه ما زالوا موجودين بهيدا المنازل. ليه بعدك هون؟ رح تضلك ببيتك؟ شو تذكرت اليوم؟ ما بعرف اذا عم ننسمع، شو تذكرت؟ ان شاء الله ما بتنعاد، ان شاء الله ما بتنعاد. بالفعل مثل ما ذكرت يعني سكان هذا الحي يذكرونا بشدة الايام الصعبة يلي مروا فيها خلال فترة الحرب الاهلية اللبنانية، وبالتالي لا يريدون ولا يرضون بان تعود تلك الايام يلي هجرت الاولاد وهجرت العائلات اللبنانية وخلتهم يخلوا منازلهم. ايضا احد الشرفات كان احدى الشرفات بهيدا المبنى كان احد المواطنين عم بيقلنا انه هيدا بيتي رح ضلني صامت مش رح اطلع، وبالتالي اللبنانيين ما بدهم يطلعوا من بيوتهم، ما بدهم يرجعوا يخافوا هني واولادهم يلجأوا للممرات ولا الملاجئ ويتذكروا الايام الصعبه ويشموا ريحه الدم مجددا. ولكن هناك بالبلد من يريد ان يعيد الذاكره ومن يريد ان يحييها في ذاكره اللبنانيين وفي واقعهم ويومياتهم. للاسف كل البلدان من حولنا عم تتقدم وتتطور وتوصل على المريخ وتطلع على الفضاء وتعمل انجازات، الا نحن لازلنا الى اليوم متمسكين بالسلاح، لازلنا الى اليوم متمسكين بالعصب الطائفي، وللاسف عم يسقط الضحيه دائما المواطنين الابرياء. حتى هذه اللحظه هذا كل شيء من منطقه فرن الشباك، ابقوا معنا دائما عبر صوت بيروت انترناشونال لكل شيء جديد. اشكر الزميل مهدي فتاح على نقل هذه الصوره، والشكر موصول لكم لحسن المتابعه. الى اللقاء.